الرحيم. إخواني المهنيين في قطاع المطاحين أو قطاع المخابز أو سلسلة الحبوب بصفة عامة، في البيان التوضيحي اللي خرجت به مسبقا تعقيبا على الخرجة الإعلامية اللي خرج بها الجامعة الوطنية لحماية المستهلك اللي اتهم فيها الخبز بأنه مسرطن، وكانت هذا البلاغ عمومي والتضر بالمهن والمتدخلين في القطاع ككل. حاولت ما امكن البين بانه راه كاينين اجراءات واخدينها المتدخلين في القطاع من الحبوب من البذور حتى المخابز، وبانه ما كاين لاش انسان يدير. خرجت بواحد في التدخل ديالي فعلا، ذكرت على المطاحين الصناعيه، على المطاحين التقليديه، وكنت ذكرت فعلا على المخابز بصفه عامه، وكان عليا نشير بدوك المخابز العشوائيه. في العود نقول المخابز العشوائيه، قلت المخابز التقليديه، وفي حقك تنعني بها المخابز العشوائيه اللي تتدخل وتشتغل في واحد النظام غير مهيكل، في واحد الجو اللي هو غير مقنن واللي يمكن فيه المخاطر، واخا تبقى محدوده بالنسبه للمستهلك. اذا ما كنتش تنقصد تماما في التدخل ديالي المخابز التقليديه، ولكن المخابز العشوائيه. اذا تنعتذر الاخوان الى على هاد الهفوه بالنسبه للمفرده اللي مستعمله، وتتمنوا نتلاقاو في واحد فرصه اخرى يمكننا ان شاء الله نكتفوا الجهود ديالنا باش نبينوا على المجهود اللي تيدار في قطاع ديال مسلسل الحبوب بصفه عامه. وشكرا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.